كان الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي سيد قومه بني المصطلق، وكانت له ابنة فائقة الحسن والجمال ما رآها رجل إلا وقعت في نفسه، تدعى جويرية. وقد زوجها لابن أخيه مسافع بن صفوان، وهو كذلك من سادة قوم بني المصطلق. وكانت جويرية هذه، وبحكم أنها ابنة سيد القوم وزوجة أحد ساداتهم، كانت كالأميرة في ملكها، فلها الجوارية والخدم تأمر فتطاع وتدعو فيجاب. وكانت على ذلك الحال حتى الثانية من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة، وقيل السادسة للهجرة، إذ تغيرت حياة المرأة الحسناء بشكل دراماتيكي، وتحولت في ليلة وضحاها من سيدة قومها إلى سبية تباع وتشترى، ثم لزوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت القصة حين بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق تهم بالإغارة على المدينة المنورة، وذلك حين كان النبي مقيما في المدينة قبل فتح مكة المكرمة. فقرر عليه الصلاة والسلام أن يباغتهم هو بجيش المسلمين في غزوة بمنطقة تدعى مائل مريسيع، وذلك في الثانية من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة وفقا لقول الطبري، والسادسة للهجرة وفقا لقول ابن حجر. وفيها انتصر المسلمون على بني المصطلق بفضل عنصر المباغتة، حيث قتل معظم رجال القبيلة وسبيت نساؤهم. ويقول الطبري في تاريخ الأمم والملوك أن زوج جويرية مسافع بن صفوان قتل في الغزوة، بينما أخذت هي سبية بين السبايا. وحين قسمت الغنائم بعد الغزوة، وقعت هي في حصة رجل من المسلمين يدعى ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. ولأن جويرية كما أسلفنا سيدة قومها وابنة سيد القوم، أبت على نفسها أن تبقى أمة وجارية تباع وتشترى، فعرضت على سيدها الجديد قيس بن شماس أن تكاتبه. والمكاتبة آنذاك هي أن تعرض المال مقابل إطلاق السراح والعتق من العبودية، وهنا وافق قيس على عرضها، بيد أن جويرية لم تكن حينها تملك من المال ما تفتدي به نفسها، وما زال والدها وما تبقى من أهلها وعشيرتها بين هارب أو أسير، ولم يستجمعوا قواهم بعد وأموالهم ليفتدوها. فخطر على بال جويرية ما لم يخطر على بال أمة أو جارية غيرها، وهي أن تذهب للنبي محمد شخصيا وتستعين به ليؤدي عنها المكاتبة، فكرة ربما لا تطرق إلا على بال امرأة مثلها، وهي التي قضت حياتها سيدة قومها تخاطب علية القوم وتجالس السادة وأصحاب الرأي. وتوجهت بالفعل إلى بيت النبي، وشاء القدر أن تلتقي السيدة عائشة، فسألتها أين يمكن أن تجد النبي. وهنا ينقل الطبري عن الرواة أن عائشة كرهت جويرية من النظرة الأولى بسبب جمالها وحسن مظهرها، وخشيت أن تقع في نفس النبي فيتزوجها. ثم وصلت جويرية إلى النبي وباشرته بالقول: يا رسول الله، أنا جويرية ابنة الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وقد كاتبت فأعني. فجاء رد النبي مفاجئا وصادما، إذ قال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك، أي أدفع المال لابن شماس، وأتزوجك. فما تأخرت جويرية بالرد قائلة: نعم. فرد النبي قائلا: قد فعل. وبلغ الناس أن النبي تزوج جويرية، فقالوا: إذا كيف نفعل بأسرى بني المصطلق وقد صاروا أصهار رسول الله؟ فأطلقوا سراح نحو 100 رجل من الأسرى والعبيد، حتى قيل أن زواج جويرية كان خيرا وبركة على أهلها. وكانت السيدة جويرية يوم زواجها من النبي في 20 من العمر، وروت عنه 7 أحاديث نبوية. وأسلم والدها بعد ذلك الحارث بن أبي ضرار، وصار من صحابة النبي. عاشت جويرية إلى خلافة معاوية، وتوفيت في المدينة المنورة في ربيع الأول من سنة 56 للهجرة، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة آنذاك، ودفنت بالبقيع.